خليفة دكتاتور آل خليفة دكتاتور آل خليفة. الناشطون البحرانيون بدأوا احتفالاتهم بأسبوع الشهداء عبر تنظيم اعتصام أمام سفارة آل خليفة في لندن، حيث صكت هتافاتهم المنادية بإسقاط نظام الحكم الخليفي مسامع السفير فواز الخليفة الذي بدأ منعوبا من الناشطين من خلال العدد الكبير من أفراد الشرطة البريطانية الذين انتشروا حول محيط السفارة. اليوم هو يوم عيد للشهداء، الشهداء هم الذين زرعوا الثورة، زرعوا الشجاعة، زرعوا الإقدام في شعب البحرين. عندما قتلوا في السجون أو في المظاهرات اعتقد النظام بأنه تخلص من شخص، دماءهم بذرت بذورا. أحد ثمار زيارة تيريزا مي الأخيرة إلى البحرين برزت واضحة من خلال المضايقات التي تعرض لها الناشطون من قبل الشرطة. نحن اليوم مضايقون حتى في أن نعتصم أمام سفارة آل خليفة في لندن بسبب أن حكومة تيريزا مي لا تريد أن تغضب نظام آل خليفة بأي شكل من الأشكال. المضحك المبكي أن الدولة العظمى والديكتاتورية العريقة تخطب ود ديكتاتورية ودولة أصغر من أصغر مدينة في بريطانيا. لكن هذا التحالف البريطاني مع آل خليفة قائم على المصالح، وعند غيابها فلن يقيم البريطانيون وزنا لا لحكام البحرين ولا لحكام الخليج. هذه التحالفات، التحالف البريطاني والتحالف الخليفي، هو تحالف وهمي. هذا التحالف مبني مع هذه الأنظمة الخليجية والخليفيون من ضمنهم، لأنهم كبقرة حلوب تدر النفط. طالما حين ينبض النفط سترى هذا التحالف ينهار، وسترى هذه الأنظمة تتساقط تباعا. الصراع مع عائلة آل خليفة متواصل، ولن يهدأ البحرانيون ولن يقر لهم قرار حتى يحققوا مطالبهم العادلة. في ذكرى عيد الشهداء اعتصم البحرانيون أمام سفارة آل خليفة للتذكير بالجريمة النكراء التي ارتكبها الخليفيون ولمعاهدة الشهداء على السير على نهجهم وحتى إسقاط النظام الخليفي. سهر عرابي للبحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن.